طبعا البيمنتس اللي هي الدفع، ودي النقطة اللي دايما بنتسأل عليها. احنا عايزين نعرف ان الدفع في ووكوميرس بلجن كمتجر الكتروني مش بوابة دفع. يعني ووكوميرس في حد ذاته مش مهيأ ان هو يهندل او يدير عمليات دفع، هو عبارة عن أداة ضفلها من بره، يعني أداة دفع وهي تتعامل معاها، لكن هي في حد ذاتها مش أداة للدفع. فمش معناها إن أنا نزلت ووكوميرس يبقى معناها إن أنا عندي طرق الدفع أصبحت متاحة، لا، أنا مهيأ إن أنا أستقبل وأرتبط بأي طريقة دفع، ولكن أنا ماليش دعوة، أنا مش بت... ماليش دعوة بالدفع. هو دي فكرة الووكوميرس. لذلك لما اي حد يجي يقول انا عاوز اعمل متجر وعايز يدفع فيزا وبيبال وسترايب وفوري بقى في مصر عندنا وحاجات زي كده، طبعا مفيش مشكله، بس حضرتك عندك سجل تجاري؟ لا. متعاقد مع اي حاجه من دول؟ لا. طيب يعني هنعمله ازاي؟ هو فاكر ان الويب ديزاينر او الويب ديفلوبر دي شغلته ان هو يعمل لك سيستم او بلجن يروح دافع اونلاين، مش فاهم ان ده، لا، ده حاجة تانية خالص منفصلة. احنا بنربطهم ببعض مش بنعملهم، احنا بس بنربط الحاجتين. فدي نقطة مهمة نفهمها احنا ونفهمها للعميل لما يجي يتكلم. طيب ايه بقى اللي بنعمله هنا؟ اولا انا من المفترض ان انا هو حاطط لي هنا ثلاث طرق، الثلاث طرق دول طرق مانوال كلهم، يعني مش محتاجين لا بلاجن ولا اي اشتراك في حاجة. بنك ترانسفير، يعني بيقول لك حط رقم حسابك، فالعميل لما يعمل عملية شراء يطلع له رقم الحساب فيدفع، هو يروح يدفعه بقى مانوال، يعني يدفعه بقى عن طريق موبايله، يدفعه ان هو ينزل يروح البنك يدفعه ايا كان، وبعد كده يبعت لك الايه مثلا اثبات الدفع والاوردر يتم. فبرضه هي طريقه مانوال. يعني الكاش اون ديليفري، الدفع عند الاستلام، يعني مثلا لو انت هتبعت حاجه على شحن مثلا لبلد معينه، فتقول للشخص وانت بتستلم ابقى ادفع للمندوب. ده طبعا حاجه دارجه وموجوده كتير جدا. فدي الطرق اللي موجوده، لكن طرق تانية موجوده هنا مثلا تحت بيقول لك في بعض طرق الدفع اللي هي ممكن تتعامل مع الووكوميرس. فانت بيقول لك اهي علشان انت ممكن تتعاقد معاها وتربطها بووكوميرس، لكن الووكوميرس نفسه مش هو اللي بيعملها، انت لازم تعمل اكونت في الاماكن دي الاول وتتقبل وبعد كده تربطها. من ضمنها وبيمس، ودي بتبقى بره بس احنا عندنا مش كده، ولازم هي خاصه بالووكوميرس يعني تحديدا عاملينها. وسترايب طبعا، سترايب بيحتاج مننا شركه اجنبيه، يعني ما ينفعش ان انا اشترك في سترايب بشركه مصريه او شركه عربيه، يعني عموما بتبقى الشركات شركه بيسجلوا شركه في انجلترا، شركه في امريكا، ايا كان، عشان يقدر يعمل بالورق بتاعها. والموضوع ده منتشر جدا دلوقتي، الناس اللي بتشتغل في الموضوع ده بيعملوا يسجلوا شركات بره اونلاين طبعا كله، وياخد بها ورق الشركه ويروح يعمل حساب في سترايب. البيبال طبعا كلنا عارفينه، بيبال وبيبال بيزنس والحاجات دي، سكوير برضو زي سترايب كده، ودي كلها ايه حاجات بقى ايه كتيره جدا، وكلها للاسف الشديد ملناش اي علاقه بيها احنا ولا بيقبلونا غالبا، لان احنا حالتنا ضنك شويه في منطقتنا العربيه، مش بيتقبل بره، مش بيتعاملوا في جزء كبير معانا علشان السيستم مختلف، فهو مش عارف يتعامل معاك من انهي اتجاه. لكن انت لما تيجي تتعامل بتروح تشوف انت عندك في الدوله بتاعتك، يعني انا لو في مصر ايه الشركات المحليه اللي بتديني الخدمه دي؟ هشوف، هلاقي فوري، هلاقي بي موب، ممكن الاقي بنوك زي البنك الاهلي، البنك العربي الافريقي، شركات او بنوك او ايا كان، انت بتشوف شركه او بنك من البنوك اللي معاهم الخدمه دي وبتروح تسال ايه المتطلبات عشان اتعاقد معاك، بيقول لك والله مطلوب 1 2 3، وغالبا بيحتاج منك طبعا صوره بطاقتك والسجل التجاري بتاعك وكشف حساب بنكي او حاجه زي كده. يعني هيكون في حساب بنكي باسم الشركه، وعشان خاطر كل الكلام ده هيتم عن طريق الحساب ده. فده غالبا اللي بيحصل. لو انا في السعوديه مثلا يقول لك في زين ومش عارف ايه وحاجات كتيره كده عندهم، برضو شركات كتيره جدا موجوده داخليا، اروح اتعاقد مع شركه فيهم وكده. لو انا في الامارات، لو انا في شركه برضو ممكن تبقى جلوبال، هي اماراتيه اسمها بي تابس، ممكن اتعاقد معاها تسجيل تجاري مصري عادي وتديني الدفع بالفيزا وكل حاجه وانترناشونال وتمام، والشركه دي كويسه وناس كتير تتعامل معاها ما فيهاش اي مشاكل يعني، وشركه كويسه تديك كل ال
فانت لازم تتعاقد مع شركه. بعد ما بتعاقد مع اي شركه من دول بقى ايه اللي بيحصل؟ بلاقي الشركه بتبدا تديني حاجتين، تديني طريقه ربط الموقع بتاعك ببوابه الدفع، وبتديك لو في بلاجن او اي تطبيق او سوفت وير معين هشتغل عليه. مفيش شكل ثابت هم متفقين عليه، ولكن الثابت انه ممكن يروح مديني، يعني مثلا اروح اتعاقد مع بي موب، تمام؟ فيروح شركه بي موب بتعمل لي ايه؟ تديني بلاجن، يقول لي ايه ده البلاجن بتاعك اهو نزله، اروح انا منزل البلاجن في البلاجنز، لما انزله يطلع لي بقى مع الميثودز هنا ميثود زياده، هلاقي مكتوب بي موب، تمام؟ اه يبقى كده انا ضفت طريقه جديده، اروح مفعلها اعمل لها انيبل زي ما احنا بنعمل من هنا كده انيبل زي كده، وبعد ما اعمل انيبل باجي بقى ايه اعمل فينش واداره من هنا، اروح داخل على بقى الاعدادات، هيقول لي دخل بقى رقم بتاعك الكي والاي بي اي مش عارف ايه، في كده ارقام معينه عشان يربط الوسيله دي بالبنك او ببوابه الدفع دي، هو بيديك ارقام معينه ورقم زي رخصه او كده، وبتحط انت الحاجات دي المره واحده وتربط خلاص، بيرتبط الموقع عندك بالبوابه دي، تمام؟ ويبدا ان هو يبقى متاح. بتحط بقى الاعدادات، بتلاقي مثلا حاجه زي بي موب يقول لك اختار طرق الدفع اللي انت عايزها، هو بيوفر لك مثلا فيزا وماستر كارد مثلا وفوري وفودافون كاش واتصالات كاش وكده، طب انا عاوز اقبل كل دول، تروح معلمهم كلهم، لو انا عاوز اقبل حاجه واحده منهم او حاجتين تعلم الحاجتين دول، بحيث ان هم اللي يطلعوا اثناء عمليه الدفع. فالموضوع ما هو صعب، ولكن بيعتمد على انت بتشتغل، يعني اللي قاعد في المانيا غير اللي قاعد في سوريا غير اللي قاعد في العراق غير اللي قاعد في باكستان غير اللي قاعد في الكونغو الديمقراطيه، كل واحد عنده طرق دفع مختلفه، ولكن العام ان احنا بنجيب بلجن ودوكيومنتيشن، البلجن بتدور يحطه والدوكيومنتيشن بيقول لي طبق التعليمات دي زي ما هي، وبيساعدك بتاع البنك لغايه اما يربط معاك، يعني دعم الفني بيساعدك على ده. طيب احنا دلوقتي عندنا في الثلاث طرق دول الاساسيه، تمام؟ الطريقه اللي احنا ممكن نقول مثلا نحط دايركت بنك ترانسفير وكاش اون ديليفري. طيب احنا دلوقتي بقى هنيجي نعمل متجر وعاوزين نعمل حاجه، يعني احنا لا دلوقتي لا احنا معانا سجل تجاري ولا احنا هنقدر نتعاقد مع بوابات دفع، او الزبون اللي جاي لي مثلا ما عندوش الامكانيه دي، بس احنا عاوزين حاجه يعني تبقى كويسه ونمشي حالنا. اذا فاحنا نستخدم المتاح لينا هنا، ازاي ننظم الطريقتين اللي موجودين دول اللي احنا اخترناهم، تمام؟ او حتى التشيك دي لو انا علمت عليها، الطرق اللي موجوده دي ازاي نعمل بيهم يعني طرق مناسبه لينا احنا، نشوف ازاي. احنا اولا هنفعل الثلاثه، فلما نفعل الثلاثه هيبقى هيديله لما يجي يدفع بقى هيديله الاختيار الثلاثه. هنروح مثلا لايه؟ كاش اون ديليفري، واقول له مانج، هيروح فاتح لي هنا ايه في البيمنتس، طبعا هنا في كاش اون ديليفري، اول حاجه بيقول لي انيبل، هقول له اه انيبل، يعني ايه هنفعلها. طب عنوانها ايه؟ انا ممكن اسميها بقى اسم تاني، تمام؟ يعني ممكن اسميها اسم تاني، ممكن تسميها الدفع عند الاستلام، ممكن تسميها اي حاجه. فانا ممكن اسميها مثلا ديجيتال والتس، يعني المحافظ الرقميه والالكترونيه. اروح كاتب له هنا في الديسكريبشن فودافون كاش، اكتب له كل بقى الحاجات المقبوله واتصالات كاش اورنج كله عندنا كاش، اكتب له الايه الحاجات المتاحه، تمام؟ التعليمات بقى، التعليمات ممكن تكتب له ايه بقى مثلا اورنج كاش مثلا ولا فودافون كاش ادفع لرقم كذا، ممكن تكتب له ادفع لرقم كذا واعمل مش عارف ايه او رقم كذا الاتصالات او كذا، يكتب له مثلا بعد الدفع after payment please contact support by واتساب، طبعا ممكن تكتبه بالعربي يعني او بالانجليزي على حسب، واتساب، واكتب له رقم الواتساب مثلا كده، يعني بعد ما تدفع ابعت الواتساب ده، يعني ابعت اكتب له التعليمات اللي انت عايزها، تمام؟ واقول له سيف. فانا كده حولتها لطريقه مناسبه ليا، اي نعم هي مش طريقه اوتوميتد، مش طريقه اوتوماتيك، بس انا ضفتها، يعني هيتصل بيا انا عملت الاوردر ادفع، فلما يجي له الفلوس هيدفع الحساب وبعدين يبعت لي ان هو دفع عشان ابعت له المنتج مثلا.
فدي أول حاجة. طيب تعالوا نروح على الطريقة اللي بعد كده، اللي هي طريقة يعني هنا أهي، دي الأولانية. التانية مثلا البنك، مش إحنا عندنا دلوقتي إنستا باي والحاجات دي، فأنا ممكن أخلي دي زي الإنستا باي، تمام؟ يعني ممكن إنستا باي وأقول له أنت ممكن تدفع عن طريق إنستا باي لأي رقم حسابه ده، يعني تعمل له كده التعليمات، تمام؟ تكتب له برضو باي دين مثلا كونتاكت اس برضو على الواتساب كذا كذا كذا، وتقعد تدي له ايه التعليمات اللي انت عايزها، تمام؟ وتكتب له هنا البيانات، او وممكن تكتب له في الانستراكشن هنا البيانات، يعني مثلا باي تو وتكتب له اللي هو اسم الاكونت. انتوا عارفين انستا باي بيبقى ليها كده كود يعني كل واحد، تمام؟ وممكن هنا احط اد اكونت واحط له رقم الحساب مثلا، لو هو هيدفع بقى للحساب الاكونت نيم مثلا، الشركه بتاعي اسمها جيفت بوف جيفت شوب، الرقم الحساب مثلا اهو البنك الاهلي مثلا، بعدين في سورت كود دي بقى البيانات اللي هي الاي بان بقى والحاجات الدفع الدولي والكلام ده بارقام طويله كده، هنا بيبقى في حاجة اسمها اي جي مش عارف ايه اللي هو السويفت كود، يعني البيانات دي بتعرفها من البنك، يعني البنك لما بيديك حساب تقول له انا عايز الايبان عايز السويفت كود عايز رقم الحساب بيديهم لك، تحط انت الايه الحاجات دي هنا وتعمل سيف كده. انا حطيت بيانات انستا باي والحساب البنكي، فدي طريقة تانية.